السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في لقاء متجدد من دروس النحو والتي هي مهمة في فهم البلاغة في نص القرآن ونص الحديث النبوي الشريف. موضوعنا لهذا اليوم هو تأكيد الأفعال. لماذا نؤكد الأفعال؟ هو أسلوب يقوي الكلام في نفس سامعه، أما أساليبه فهي متعددة، منها تكرار، منها القسم، منها استخدام أدوات التوكيد. الآن في الأسماء أدوات التوكيد كثيرة، منها إن وأن ولكن ولام الابتداء وما شابه، لكن أركز اليوم على الأفعال. الأفعال تؤكد بقد واللام ونوني التوكيد. الآن الفعل المضارع وهو أكثر الأفعال تشعباً في موضوع التوكيد، فقط يجب أن يؤكد إذا اتصف بالشروط التالية: أن يكون جواباً للقسم، أن يكون مثبتاً لا منفياً، أن يدل على الاستقبال وليس على الحاضر، أن يكون متصلاً باللام الموطئة للقسم، مثل قولك: والله لا أجاهدن في سبيل الله. لا يجوز إذا كانت هذه العبارة أمامك أن تقول والله لأجاهد في سبيل الله، خطأ في نحو اللغة، لأنه اجتمعت هذه الشروط الأربعة، فلابد وجوبا أن يؤكد الفعل المضارع بنون التوكيد. أما إذا اختل شرط أو أكثر من هذه الشروط فيمتنع التوكيد بنوني التوكيد. فعندما نقول والله لسوف أناضل، لا يجوز أن أقول والله لسوف أناضلن، لأن الفعل المضارع هنا ليس متصلا باللام. أو والله لا أجبن، لا يجوز أن تقول والله لا أجبنن، لأنه غير مثبت منفي. أو والله لا أخرج الآن، لا يجوز أن أقول والله لا أخرجن الآن، لأنه لا يدل على الاستقبال وإنما يدل على الحال. أما متى يجوز أن يؤكد أو يؤكد لغتان الفعل المضارع؟ أولا إذا تقدمه طلب، مثل قولك في النهي أو في الاستفهام: لا تلهون عن الواجب، يحق لك أن تقول لا تلهو عن الواجب. أو في الاستفهام: هل تنصرن الحق، قد تقول هل تنصر الحق، كلاهما جائز. إذا كان حض وحث، مثل قولك هل لا تأخذن بيد العاجز، يحق لك أن تقول هل لا تأخذ بيد العاجز. في التمني: ليتك تحققن أمانيك، يجوز أن تقول ليتك تحقق أمانيك. أيضا في الترجي: لعلك تنجحن فتسعدنا، يحق لك أن تقول لعلك تنجح فتسعدنا. أيضا يجوز توكيد المضارع في المواضع التالية، نتابع هذه الحالة الثانية الآن، انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا وقع الفعل المضارع فعل شرط بعد إن المتصل بما، وهذا له مثال في القرآن الكريم: وإما، لاحظوا إن اتصلت بما، فالفعل المضارع بعدها بيكون فعل شرط، يجوز لك أن تؤكده ويجوز لك أن لا تؤكده. وإما تخافن من قوم خيانة، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، يحق لك أن تقول وإما تخاف من قوم خيانة، لكن التوكيد له هدف بلاغي بلا شك. النموذج الثالث: إذا وقع بعد النفي، مثل قولك واتقوا فتنة لا تصيبن، يحق لك أن تقول لا تصيب، لكن التوكيد أبلغ: الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. النموذج الرابع: إذا وقع بعد ما
غير المسبوقة بأن الشرطية، مثل قولك بجهد ما تبلغن ما تصبو إليه. كيف نؤكد الفعل المضارع؟ أولا، تحذف علامة الرفع من المضارع إذا كان مفرد الضمة، وإذا كان أفعال خمسة النون، حتى لا تجتمع ثلاث نونات. ثم ننظر إذا كان الفعل المضارع مسند إلى مفرد فيبنى على الفتح صحيحا كان أو معتلا، مثل قولك لا يسافرن أخوك، ولا يسعين في رزقه، ثم لا يدعونك، ولا يقضين دينه. لاحظوا ماذا فعلنا، بنيناه على الفتح. الأصل يسافر أخوك، فلما دخلت نون التوكيد مع الفعل المضارع المفرد، يعني فعل المضارع المفرد العادي، حولنا الضمة إلى حالة بناء على الفتح، سواء كان منتهي بحرف صحيح أو بحرف علة. الآن إذا كان المضارع مسند إلى ألف الاثنين، تكسر نون التوكيد بعد الألف. أخواك، هي أنها مثنى، لا يسافران ولا يسعيان في الحياة. أما إذا كان المضارع المسند إلى واو الجماعة، تحذف تلك الواو بسبب التقاء الساكنين، فنقول ليس أخواك لأن إخوانك، لا يسافرن ولا يسعون في الحياة. مرت هذه في القرآن، لتنصرنه. أما إذا كان مسندا إلى ياء المخاطبة، تحذف تلك الياء ويبقى ما قبلها مكسورا، بينما في المعتل الآخر بالألف تبقى ياء المخاطبة وتحرك بالكسر. الفعل المضارع المسند إلى ياء، لاحظ لا تسافرن يا سلمى ولا تسعين في الحياة. لا تسافرن يا سلمى ولا تسعين في الحياة. إذا المضارع مسند إلى نون النسوة، يبقى على حاله، لكن نزيد ألف فاصلة بين نون النسوة ونون التوكيد التي تكسر. لاحظ الفعل يسافرن، 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 هذا الفعل المضارع المنتهي بنون النسوة. الآن كيف نؤكد؟ نقول لا يسافرنني، يسعين ولا يسعينني في الحياة. طبعا هذه ليست مستخدمة كثيرا، لكن العلم بالشيء يذهب غرابته وما إلى ذلك. الآن الفعل الماضي إخواني يمتنع توكيده اتفاقا، أما فعل الأمر يجوز أن يؤكد ودون شروط. أقول أنا لابني أكتب الدرس، أو أكتبن الدرس، أكتب الدرس أو أكتبن الدرس. أتمنى أن أكون قد أوجزت وأوضحت، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.